بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات مادة مبادئ الإدارة المالية المستوى الرابع، عدنا إليكم من جديد اليوم في بداية المحاضرة التاسعة من مقرر الإدارة المالية. المرة اللي فاتت تحدثنا المحاضرة السابقة والمحاضرة التي تسبقها اللي هي المحاضرة السابعة والمحاضرة الثامنة، تحدثنا عن المؤشرات المالية، وتكلمنا عن أهمية المؤشرات المالية بالنسبة لإدارة الشركة للتعرف على اتجاهات الشركة المالية. المرة اللي فاتت وقفنا لحد مديونية، مؤشر المديونية. قبل ما نرجع وندخل على طول ونكمل، دايما هندي دقائق معدودات نراجع فيها على اللي درسناه في هذا الفصل، عشان اللي لسه بيسمع الفصل لأول مرة يبقى عنده نوع من المراجعة، وده نهدينا دايما المراجعة باستمرار عشان دايما تبقى على طول معانا في قطار المنهج وما تبقاش بعيد عنه بإذن الله تعالى. طيب، فصل المؤشرات المالية بسرعة كده. بدأنا الحديث عن المؤشرات المالية بعد ما انهينا فصل القوائم المالية، وتحدثنا فيه عن أنواع المؤشرات المالية عامة، وقلنا أن المؤشرات المالية تنقسم إلى خمسة مؤشرات، خمس مؤشرات رئيسية، وشبهناها بصوابع الكف اليد أو صوابع اليد الواحدة. لما قلنا عندي أبعاد المؤشرات هي بعد النشاط، بعد الربحية، بعد السيولة، بعد المديونية، وبعد القيمة السوقية. خمس أبعاد رئيسية. وفاكرين قبل ما نتكلم عن المؤشرات قلنا أن كلمة المؤشر المالي تعني أن هذا المؤشر يشير إلى شيء ما داخل الشيء، خلاص. وقلنا أن المؤشرات بتستخدم لتقييم الأداء الفعلي للشركة، أداء الشركة الفعلي. وقلنا أن المؤشرات بتدينا أو بتعطينا مجموعة من الأرقام. الأرقام دي في حد ذاتها لا تمثل شيء إلا إذا تم مقارنتها بمعايير أخرى، صح؟ فاكرين وقلنا أن أنواع المعايير أربعة معايير رئيسية، هي أداء الشركة في السنة الماضية. لما لو تفتكروا يا جماعة لما قلنا أرباح الشركة السنة دي مليون جنيه أو مليون ريال، طيب السنة اللي فاتت كانت كام؟ كانت 2 مليون. يبقى المليون ده يعني أن الشركة في تدهور. أما إذا كان مليون والسنة اللي فاتت 0.5 مليون، يبقى الشركة إيه؟ في نمو. طيب يبقى ده معناه أن الرقم لوحده لا يمثل شيء، لازم يكون هناك إيه؟ معيار. المعيار ده يتم قياس الأداء الفعلي بالمعيار، وعلى أساسه يتم تحديد جودة الأداء المالي بالنسبة للشركة. أنواع المعايير اللي اتكلمنا عليها أربع أنواع رئيسية. قلنا الشركة في السنة الماضية متوسط الصناعة، ودينا أمثلة على الكلام دوت. وبعدين قلنا أحد الشركات الرائدة، لما قلنا أن مش كل الشركات بتطبق هذا المعيار، ولكن ده دايما للشركات اللي عندها تطلعات وعندها أهداف أنها تتصدر السوق في مجال نشاطها ومجال صناعتها. وبعدين قلنا شركات أخرى مثيلة، شركة على نفس المستوى من التوظيف ورأس المال إلى آخره، أقارن نفسي بيها عشان أشوف أنا وضعي فيه، خلاص. يبقى دي أربع معايير اتكلمنا عليها، واللي بعد ما بقيس الأداء الفعلي عن طريق المؤشرات المالية بتجه إلى أداء هذه المعايير، وبتجه إلى مقارنة المعايير بالأداء الفعلي. طيب دلوقتي هننتقل إلى المؤشرات اللي تحدثنا عنها المرة اللي فاتت، وقلنا خمس مؤشرات رئيسية. أول مؤشر هو النشاط، بعد النشاط، وقلنا أنا دايما النشاط مرتبط بالمبيعات. تتذكروا جميعا قلنا النشاط مرتبط بالمبيعات. أنا دلوقتي يا جماعة بس عشان نبقى فيه كلام واضح، براجع الفصل في دقائق معدودة عشان ألمينا المعلومة، المعلومة تم السيطرة عليها. طيب بعد النشاط، قلنا أن بعد النشاط متصل دائما بالمبيعات. فاكرين لما قلنا أن صافي المبيعات، صافي المبيعات، عندي نوعين من الحاجات المبيعات، صافي المبيعات وتكلفة المبيعات. صافي المبيعات بيجي في كل معدلات الدوران ما عدا فيما يتعلق
بالمخزون والموردون. طيب يا جماعة نصيحة، محدش يسمع المحاضرة دي إلا لما يكون سمع المحاضرة اللي قبلها. الترتيب في المالية هام جدا، الترتيب في المالية هام جدا، ومحدش يسمع اللي قبلها إلا لما يكون سمع إيه اللي قبلها، وهكذا. خلاص عشان الكلام يبقى واضح، ما تسمعش محاضرة تكون سابق بيها محاضرة، يعني تسمع السبعة فالثامنة فالتسعة فالعشرة وهكذا، عشان كل المحاضرات بتترتب على بعضها. طيب بعض النشاط مرتبط بمبيعات الشركة، وقلنا ان معدل الدوران، عندي معدل دوران العملاء، وبعدين عندي معدل دوران الموردون، وبعدين عندي معدل دوران المخزون، وبعدين عندي معدل دوران الأصول طويلة الأجل، وبعدين عندي معدل دوران الأصول. خمس مؤشرات رئيسية. عندما نتحدث عن نشاط الشركة لابد أن نذكرها. وبعد كده اتكلمنا أن معدل دوران العملاء بيوديني فين؟ لدورة العملاء. ومعدل دوران الموردين يوديني فين؟ لدورة الموردين. ومعدل دوران المخزون يوديني فين؟ لدورة المخزون. وفي النهاية قلنا أن معدل دوران الأصول طويلة الأجل ومعدل دوران الأصول الاثنين ما لهمش دورة، لأن لا دورة في الأصول الطويلة الأجل، ما لهاش دورة أصول طويلة الأجل، هيبقى ليها دورة إزاي؟ طيب وذكرنا قانون كل منهما والذي سيتم مراجعته فيما بعد في محاضرات المراجعة، لكن الأساس إن أنا عايزك كطالب لما تنتهي من دراسة المؤشرات تبقى مدرك كل نشاط والقوانين اللي تحتيه. خلي بالك الإدارة المالية تتطلب منك إنك تكون عارف القوانين بدقة. مسألة التطبيق في الإدارة المالية سهلة، لأن أغلبها بيبقى تعويض مباشر من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل، فما فيهاش مجهود. إنما مادة الرياضيات على سبيل المثال بتحتاج إلى قانون بتشوفه مرة واحدة وتطبق كذا مسألة بكذا فكرة، لكن الإدارة المالية القانون أولا وثانيا وثالثا وبعد كده التطبيق، التطبيق بيبقى في منتهى السهولة وهنطبق مع بعض، ولكن ما ينفعش أطبق معاك وأنت ما تعرفش القانون وما تعرفش الأرقام بتيجي منين، يبقى هنا في مشكلة. ما اقدرش زي ما قلت ابني الدور الثاني وانا ما بنيتش الدور الاولاني، او ابني الثالث وانا ما بنيتش الثاني. خلاص طيب ننتقل الى البعد اللي بعد كده اللي هو بعد الربحية، وتحدثنا انه بيقيس ارباح الشركة. لما اتكلمنا على بعد الربحية قلنا انه بعد هام جدا ويستخدم لقياس ارباح الشركة وقدرة الشركة على تحقيق ارباح أو معدلات عائد مناسبة على استثماراتها وحقوق ملكية. واتكلمنا أن هناك خمسة قوانين تبدأ بهامش الربح التشغيلي، هامش الربح التشغيلي وده مهم جدا، وبعدين انتقلنا إلى العائد على المبيعات، وقلنا أن كلمة العائد على المبيعات، العائد دي اللي هي صافي الربح والمبيعات اللي هي صافي المبيعات. يعني القانون مفسر نفسه بنفسه، القانون مفسر نفسه بنفسه. خلي بالك القانون هنا لما اقول لك عائد على المبيعات يبقى العائد على المبيعات، وكلمه العائد تعني صافي الربح، والمبيعات تعني صافي المبيعات. طب لما اقول لك العائد على الاصول تقول لي ايه؟ تقول لي العائد اللي هو صافي ايه؟ ايوه صافي الربح على الاصول. ايه المشكله يا جماعه؟ وصافي الربح بجيبها من قائمه ايه؟ ايوه قائمه الدخل، والاصول من قائمه المركز المالي. اذا انت وصلت من اتقان المؤشرات الماليه للمرحله اللي انا بتكلم بيها دي، تاكد ان 80% من عبء المادة انتهى، 80% من عبء، والتطبيق هيبقى سهل بإذن الله تعالى ادام انت عارف بتجيب كل بند منين وعارف القانون اسلوبه ايه. القانون مش محتاج حفظ، ولكن بتستخدم مهاراتك الذهنية والعقلية في تحليل عنوان القانون للوصول الى ايه؟ للوصول الى نص القانون. طيب رقم 4 العائد على الملكية. العائد على الملكية وهو لوحدك كده انت تقول انه يمثل صافي الربح على حقوق الملكية. طيب اخيرا تحدثنا عن القدرة الكسبية. القدرة الكسبية ننتقل بين الشرائح عشان برضو يبقى الموضوع قدامك مفيش مشاكل. تحدثنا عن القدرة الكسبية وكانت هي عبارة عن الربح التشغيلي على الاصول. هذه القدرة الكسبية قدامك اهي، هي قدرة شركة تحويل أصولها إلى إيرادات، وهي عبارة عن القدرة الكسبية عبارة عن الربح التشغيلي على الأصول، يعني قدرة الشركة على تحقيق أرباح
من خلال نشاطها التشغيلي. ولما اقول كلمة نشاط التشغيلي هو النشاط الرئيسي للشركة، لان بعض الشركات بتحقق ارباح من انشطة غير الرئيسية لها. خلاص؟ يعني ممكن مثلا شركة عندها بناية بتأجرها، شركة عندها محفظة اوراق مالية، فيبقى في ايرادات. الايرادات دي مش ايرادات تشغيلية، دي ايرادات اخرى، وتكتب في قائمة الدخل انها ايرادات اخرى. طيب يا سادة يا فاضل، ننتقل بعد كده الى سيولة الشركة. وتحدثنا عن السيولة وقلنا ان السيولة هامة جدا لانها بتقيس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في الاجل القصير. والالتزام يعني عندك التزام برواتب، التزام بايجارات، التزامات بسداد فواتير، بسداد مستحقات، كل ده يعتبر ايه؟ شيء هام جدا ان الشركة يبقى عندها قدرة على سداد هذه الاشياء. والشركة عشان يبقى عندها قدرة على سداد هذه الالتزامات لابد ان يتوافر لديها ايه؟ سيولة. يبقى النهاردة هتحدث اقول ان مقاييس السيولة عندي تبدأ بنسبة التداول، يليها نسبة التداول السريع، يليها نسبة النقدية. ثلاث اشياء تبقى عارفها. السيولة تقاس بكم قانون؟ اشتغل معايا. نسبة التداول، نسبة التداول السريع، واخيرا نسبة النقدية. طيب قلنا نسبة التداول في المحاضرة السابقة لما شرحناها، قلنا ان نسبة التداول هي عبارة عن الاصول المتداولة على الالتزامات المتداولة. خلي بالك، وانا قلت ان الاصول المتداولة هي الاصول قصيرة الاجل، وبتيجي منين؟ بتيجي من قائمة المركز المالي. اما الالتزامات المتداولة هي عبارة عن الالتزامات قصيرة الاجل، وبتيجي منين؟ من قائمة المركز المالي. طيب تمام. انا ليه يا جماعة دايما باكد وانا بقول القانون بتيجي منين؟ ليه بقول الكلمة دي؟ بقولها لاني اعلم يقينا ان بعض الطلاب ممكن يبقى عارف القانون وبعدين اكون انا جايب لك في الامتحان قائمة مركز مالي وقائمة دخل. وهذا حدث ويحدث دائما بواقع الخبرة. الاقي طالب بيدور على الاصول المتداولة في قائمة الدخل، فاقول له اتق الله، الاصول المتداولة في قائمة الدخل بلاقي هذا الكلام. طيب بلاقي التزامات بيدور عليها في قائمة الدخل فوق. طب بتدور عليها ليه فوق؟ بتدور عليها في قائمة الدخل فوق وقائمة مش عارف. يا جماعة مهم جدا ان انت تبقى عارف كل بند بيتوفر فيه. طب الطالب ده بيحل ما هو بعد ما بيخلص قائمة الدخل ما بيلاقيش اللي هو عايزه، يروح رايح قائمة المركز المالي ويقعد يلعب في قائمة الدخل المركز المالي بعينيه لمدة 5 دقايق لحد ما يطلع الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة، وفي الآخر يقسمهم على بعض وربنا يكرمه ويطلع النتيجة. طيب استغرق وقت قد حدث ولا حرج، مش أقل من 10-15 دقيقة بيدور على ده، أو 7-8 دقايق إلى آخر. هذا الطالب يحتاج من 2 إلى 3 عشان ينتهي من الاختبار. خلي بالك الموضوع. أنا ليه بقول لك كده؟ واحد يقول لك يا عم أنا أدور براحتي وأدور في الامتحان. لا خلي بالك، أنا أكرر دايما مرارا وتكرارا على أهمية قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. بكرر تكرارا ومرارا على هذا الموضوع. وبقول ليه؟ عشان تبقى أنت حريص أنك تعرف كل بند فيهم مكانه فين، يوفر معاك تخش الامتحان تحل بمنتهى السهولة والسرعة واليسر وتخرج مبسوط بإذن الله تعالى. طيب خلصنا قلنا نسبة التداول، انتقلنا بعد كده على نسبة التداول السريع اللي هي عبارة عن الأصول المتداولة. طيب طرحت ايه او خصمت ايه من الاصول المتداولة؟ خصمت المخزون، خصمت المخزون والموردون دفعات مقدمة. ليه؟ المخزون يا جماعة لما اتكلم على تداول سريع، المخزون ده بيبقى في المخازن فترات طويلة، مش مضمون تداوله هياخد فترة قد ايه او وقت قد ايه، فلازم يتخصم المخزون. وطبعا احنا اتفقنا ان المخزون دايما بيجي ماسك في ايه؟ في الموردون دفعات مقدمة. فاكرين الكلام ده؟ طيب اللي مش فاكر يسمع المحاضرة اللي فاتت. طيب يبقى الاصول المتداوله شلت منها المخزون زي الموردون دفعات مقدمه، على الالتزامات المتداوله بيديني نسبه التداول السريع، وده تاني مقياس عندي للسيوله. ننتقل بعد كده لاخر مقياس نسبه اللي هو نسبه النقديه، وهو مدى توفر نقديه في الشركه تسمح بسداد التزاماتها. يعني انت النهارده رايح مشوار معاك نقديه قد ايه تقدر تسدد بيها التزامك؟ خلي بالك عشان كده بقول النقدية على الالتزامات المتداولة. طب في حاجة تزودها؟ قال لي لا ده مش النقدية بس، قال لي النقدية الزائد الاستثمارات المؤقتة. طب سيدي الفاضل ايه الاستثمارات المؤقتة؟ الاستثمارات المؤقتة وانا قلتها في المحاضرة اللي فاتت هي عبارة عن الاسهم ودائع في بنوك الى اخره.
هي استثمارات لديها قدرة عالية على التسييل، أي التحول إلى سيولة، أقدر أحولها بسرعة جدا إلى سيولة بدون خسائر، وبالتالي دي تعتبر شبه نقدية، فبيحطوها مع النقدية على الالتزامات المتداولة. دي نسبة النقدية. ننتقل إلى آخر نسبة تحدثنا عنها في المحاضرة الماضية، وهي تقييم مديونية الشركة. وقلنا بتقييس مدى استخدام الشركة للأموال المفترضة في تمويل أصولها المختلفة للحكم على مدى قدرة الشركة على الوفاء. وقلنا أن في هناك بين فرق بين الالتزام والديون. الالتزام الشركة بتمارس نشاطها فعليها رواتب وعليها فواتير وعليها التزامات وشيكاء إلى آخر. ديون، الديون الشركة حصلت على أموال قروض وبناء عليها بقى أصبح عليها دين. هذا هو الفرق بين الالتزامات والديون. نيجي نبص بعد كده، لقلنا شرحنا المرة اللي فاتت مقاييس المديونية، فقلنا أول مقياس نسبة الالتزامات للأصول، وبعدين نسبة الالتزامات لحقوق الملكية، ده القانون رقم 2، وبعدين القانون رقم 3 نسبة الديون لحقوق الملكية، وبعدين القانون رقم 4 نسبة الديون للأصول، وبعدين القانون رقم 5 عدد مرات تغطية الفوائد، وآخر قانون تحدثنا عنه هو مضاعف الملكية. ولكن يكون واضح ليكم يا سيدة يا سادة يا أفاضل أن نسبة الالتزامات للأصول هي عبارة عن الالتزامات على الأصول، وبقول الالتزامات عندي في قصيرة الأجل وطويلة الأجل، فبجمعهم على بعض وبقسمهم على إجمالي الأصول. طيب، أول حاجة نسبة الالتزامات للأصول، تاني قانون نسبة الالتزامات لحقوق الملكية. لو أنا النهاردة جيت شلت القانون ده، أخفيت القانون، أنت لوحدك تضع القانون. ليه؟ يا جماعة بقول نسبة الالتزامات للحقوق، يبقى الالتزامات على الحقوق، والالتزامات اتفقنا أنها إجمالي الالتزامات اللي هي التزامات قصيرة الأجل زائد التزامات طويلة الأجل على إجمالي حقوق الملكية. طب يا سادة يا فاضل، ننتقل بعد كده إلى نسبة الديون لحقوق الملكية اللي هي ديون قصيرة الأجل زائد ديون طويلة الأجل على إجمالي حقوق الملكية. يعني كأني شلت الالتزامات وحطيت الديون، هي هي، يبقى إجمالي الديون، والديون عندي ديون قصيرة الأجل وديون طويلة الأجل، واتفقت معاك أن الديون قصيرة الأجل بتيجي في قائمة المركز المالي عبارة عن قروض قصيرة الأجل، والديون طويلة الأجل بتيجي عبارة عن قروض طويلة الأجل زائد السندات. السندات، السندات دين طويل الأجل، خلي بالك من دي. طيب، بعد كده انتقلنا إلى نسبة الديون على الأصول، نفس الكلام، يبقى عبارة عن إجمالي الديون على الأصول، وإجمالي الديون اللي هي ديون قصيرة الأجل زائد ديون طويلة الأجل تدي على إجمالي الأصول، تديك نسبة الديون الأصول. وعلى كده آخر قانونين تحدثنا عنهم في المحاضرة السابقة هي عدد مرات تغطية الفوائد اللي هي الربح قبل الفوائد والضرائب على الفوائد، وده مهم جدا. يعني أنا وعندي فايدة النهاردة 1000 ريال وعندي ربح 5000، يبقى عدد المرات كم مرة؟ 5 مرات، وكلما زادت عدد مرات تغطية الفوائد كان ذلك أكثر أمانا بالنسبة للمقرضين والمساهمين. كل مطمن أن الشركة تمتلك الملاءه المالية والكفاءة المالية لسداد التزاماتها. طيب، بعد كده ننتقل إلى القانون، وده قانون هام، وأنا قلت عليه هام، اللي هو مضاعف الملكية، اللي هو عبارة عن الحصول على حقوق الملكية، وشرحناه بالتفصيل المناسب في ومعناه وهدفه ومدلوله، والمدلول مهم جدا وشرحناه في المرة السابقة الحمد لله رب العالمين. المرة دي هنبدأ ما اتكلمناش عن تقييم السوق للشركة، وهنتكلم عليها المرة دي بتفصيل وبالتوضيح المناسب. آخر معيار هو تقييم الشركة، تقييم السوق للشركة. وقلنا في تقييم السوق للشركة أن السوق كيف يقيم شركة ما؟ قال لك عندي قانونين رئيسيين. أول شيء هو مضاعف الربحية اللي هو القانون اللي قدامك، الثاني القيمة السوقية للقيمة الدفترية. طيب تعال يا سيدي الفاضل كده على أول قانون، وهو بيقول لك مكتوب في الكتاب عندك والسلايد قدامك نسبة السعر للإيراد على مستوى السعر. ممكن أنت تشيل كل ده وتكتفي بكلمة مضاعف الربحية. مضاعف الربحية ده بيبقى عبارة عن سعر السهم على ربح السهم. ربح السهم اللي تجيبه من قيمة الماء اللي ايه؟ الدخل.
سعر السهم، سعر السهم معطى. طب انا اقصد ايه بكلمه سعر السهم؟ بقصد بيه سعر السهم في سوق الاسهم اللي هو سوق الاوراق الماليه اللي هي البورصه، اقصد بيها هو ده اللي انا اقصد بيه ايه؟ مضاعف الربحيه. طب يا ساده يا افاضل يا كرام، النهارده لما اقول لك سعر السهم، طب سعر السهم ده عباره عن سعر اغلاق السهم في نهايه يوم العمل. يعني لو افترضت ان سوق المال عندي بيبدا عمله من الساعه 10 للساعه 2، يبقى سعر الساعه 2 ده بيبقى سعر ده القيمه السوقيه في نهايه يوم العمل. والقيمه او سعر الاغلاق هو سعر الفتح لليوم التالي. يعني لو قلت يوم الاربع انتهى سهم ما ب 10 ريال اللي هو سعر الاغلاق، يبقى سعر الفتح تاني يوم كام؟ 10 ريال. تاني يوم اللي هو يوم الخميس، يبقى سعر اغلاق الاربعاء هو سعر الفتح يوم الخميس، والسعر دائما ما يكون ايه؟ معطى. طب انتقل بعد مضاعف الربحيه، خلي بالك انت النهارده خدت مضاعف الملكيه في المديونيه، وبعدين خدت مضاعف الربحيه في تقييم السوق للشركه، ودلوقتي بتاخد قانون الثاني في هذا المؤشر اللي هو بنسميه القيمه السوقيه للقيمه الدفتريه للسهم. طب القيمه السوقيه للقيمه الدفتريه يعني تكتبه لوحدك بتقول ايه؟ انا اقدر اقول لك بمنتهى البساطه، هو القيمه السوقيه على القيمه الدفتريه، والقيمه السوقيه اللي احنا قلنا هي سعر السهم. طيب القيمه الدفتريه دي عندك هي عباره عن ايه؟ لو تفتكروا خدناها في نهايه الفصل الثاني وقلنا القيمه الدفتريه وتبقى معروفه ومحفوظه بالنسبه لك، هي نصيب السهم من حقوق الملكيه، يعني حقوق الملكيه على عدد الاسهم. حقوق الملكيه على عدد الاسهم. طيب تعالى كده معايا يا سيدي الفاضل نوضح الكلام ده بمنتهى البساطه. تقييم اخر بعد اللي هو الخامس، تقييم السوق للشركه. قال لك قانونين، مضاعف الربحيه والقيمه السوقيه للقيمه الدفتريه. مضاعف الربحيه عندك هو عباره عن سعر السهم على ربح السهم، وجبت لك قلت لك سعر السهم هي لما اقول لك القيمه السوقيه، مفيش فرق او اختلاف. خلاص وضح الكلام؟ طيب القيمة السوقية للقيمة الدفترية ما فيهاش حفظ، أنا أكره الحفظ. يبقى القيمة السوقية على القيمة الدفترية. طب القيمة السوقية اللي هي سعر السهم، يعني قلت لك في المعطيات سعر السهم، قلت لك القيمة السوقية الاثنين واحد، مش عايز حد يتلخبط. طيب القيمة الدفترية، القيمة الدفترية درستها أنت يا سيدي الفاضل، وقلت ان القيمة الدفترية هي عبارة عن ايه؟ حقوق الملكية على عدد الاسهم. خلاص؟ يعني انت تروح النهاردة مطلع القيمة الدفترية وتروح حاططها في مقام هذه ايه؟ في هذا المقام، والقيمة السوقية معطى، تديك القيمة السوقية للقيمة الدفترية. فيها مشكلة؟ قانونين في معيار تقييم السوق للشركة، قانون مضاعف الربحية ده رقم واحد، رقم اتنين القيمة السوقية للقيمة الدفترية. طيب يا سادة يا فاضل ناخد مثال كده يوضح لي القصة دي. المثال بيقول ايه؟ إذا علمت، ركز معايا واحدة واحدة، إذا علمت أن سعر، ده مثال توضيحي، إذا علمت أن سعر إغلاق سهم ما 20 ريال، وكانت حقوق الملكية 200,000 ريال،
وعدد أسهم أو عدد الأسهم المصدرة 10,000 سهم، المطلوب المطلوب إيه؟ إيجاد القيمة السوقية للقيمة الدفترية. طب انت داخل عليا لسه من بره دلوقتي اول مرة تسمع الكلام، هتقول لي القيمة السوقية للقيمة الدفترية؟ اروح انا كاتب كده، بديك بقى انا بحل ازاي، اروح انا اكاتب القيمة السوقية للقيمة الدفترية تساوي كام؟ القيمة السوقية للقيمة الدفترية تساوي كام يا جماعة؟ القيمة السوقية للقيمة الدفترية تساوي القيمة السوقية، بص على بمنتهى السوق اللي هو سعر السهم كده او كده، ما عنديش مشاكل، جبت لك كده جبت لك كده الاثنين واحد، على على ايه؟ ايوه على القيمة الدفترية. طب انت لما تيجي تحل مسألة زي دي يا جماعة تتعامل معها ازاي؟ تتعامل معها ازاي؟ اول حاجة تقرأ بوضوح اذا علمت ان سعر اغلاق سهم 120 عشانه اللي بقى 20 ريال دول اللي هم ايه، تروح انت كاتب عليهم كده القيمة السوقية، خلاص الموضوع انتهى، انا جبت القيمة السوقية، شفتوا ازاي؟ خلاص وجدتها. يبقى انا تاني حاجة بدور على ايه؟ يبقى اول مطلوب وجدته. طيب القيمة الدفترية، هل مديني كلمة قيمة دفترية هنا؟ لا، يبقى اكيد اداني الطريق اللي وصلني ليها. طب ايه هو الطريق؟ قال لي وكانت حقوق الملكية 200,000 وعدد الأسهم المصدرة 10,000. النهاردة أكيد عن طريق استخدام حقوق الملكية وعدد الأسهم أوصل لإيه؟ للقيمة الدفترية. طب القيمة الدفترية أيوة القانون بتاعها بيقول لك إيه؟ بيقول أن القيمة الدفترية تساوي حقوق الملكية على عدد الأسهم. حقوق الملكية عندي بكام؟ ايوه ب200,000 على عدد الاسهم 10,000. الاتنين موجودين اهو، ده موجود جبته من هنا من حقوق الملكية، وعدد الاسهم جبتها هنا معطى، يبقى ال200,000 على 10,000 فيها الكام؟ ايوه طير التلاتة مع التلاتة وطير ده مع ده تديك 20 ريال، دي القيمة الدفترية. طب كده انا خلاص وصلت، كده انا وصلت، ما هي القيمة الدفترية اللي انا كنت عامل عليها علامات الاستفهام قدرت اوصل لها بمنتهى السهولة انها 20 ريال، ده المسألة اتحلت يا جماعة واحنا مش حاسين. ايوه القيمة السوقية، اجل لما اجي اقول هنا بقى اذا القيمة السوقية للقيمة الدفترية بتساوي ايه؟ القيمة السوقية قال لي كام في المسألة؟ 20 ريال اهي، اللي هي سعر اغلاق سهم ما، قال لي 20 ريال، يبقى 20 على القيمة الدفترية 20، يبقى القيمة السوقية للقيمة الدفترية تساوي 1. صحيح. في مشكلة يا جماعة؟ في مشكلة؟ في أي مشكلة واجهتك في هذا المثال السهل والواضح؟ لا مفيش. طيب. تاني، إذا علمت أن سعر اغلاق سهم 20 ريال، وكانت حقوق الملكية 200,000 وعدد الأزمة المصدرة 10,000، المطلوب إيجاد القيمة السوقية للقيمة الدفترية. طريقة الحل، طريقة الحل الصحيح إنك تبدأ من المطلوب ما تبدأش من المعطيات. إزاي؟ أنا بدأت إزاي؟ قلت القيمة السوقية للقيمة الدفترية، أكني ما قريتش هذا الكلام خالص، ما قريتش المثال، هو عايز إيه؟ القيمة السوقية للقيمة الدفترية. يبقى أنا أقول القيمة السوقية للقيمة الدفترية هي عبارة عن سعر السهم على القيمة الدفترية، القيمة السوقية على القيمة الدفترية. طب القيمة السوقية عندي، أبص بقى على المسألة، بصوا طريقة التفكير، ابص على المساله لقيت ال 20 ريال، خلاص يبقى ال 20 ريال ايه؟ بسط. طب المقام اللي هو القيمه الدفتريه مش موجوده، بس اداني طريق، ايه هو؟ طريق حقوق الملكيه وعدد الاسهم. وفي قانون للقيمه الدفتريه بيقول حقوق الملكيه على عدد الاسهم يبقى 20,000 على 10,000 يديني 20 ريال، اروح اقسم القيمه السوقيه للقيمه الدفتريه 20 على 20 يساوي الواحد الصحيح وهو المطلوب ايجاده. وضح الكلام؟ مفيش اسئله. أعزائي الطلاب والطالبات أحب أنبهكم النقطة، ممكن أنا أضيف في مثال زي ده رقم وما بقاش لي استخدام،
ولا تتهز. خلي بالك تاني، ممكن اضيف رقم يعني اضيف معطى جديد ما يبقاش في استخدام. يعني ايه؟ بقول لك وصفي المبيعات علما بان صافي المبيعات 100,000. طب هو ال 100,000 دول ليهم قيمه يا سيدي الفاضل؟ مالهمش. علما بان صافي المبيعات 100,000، طب دي ليها قيمه؟ ال 100,000 مالهاش، ويبقى ولا كانك قريتها. خلاص كل شيء بقوله ليه؟ عشان يبقى برأت ذمتي. طيب ده اخر مؤشر من الخمس ابعاد، او اخر بعد من الخمسه ابعاد اللي بيحتويهم الفصل الثالث، وهو فصل المؤشرات الماليه. بهنا نكون انتهينا بفضل الله تعالى من الفصل الثالث تماما، واسال الله ان انتم تكونوا فهمتوه بالطريقه الواجبه او بالطريقه الصحيحه. طبعا في مثال للكتاب واخد من حقوق الملكيه وبيتكلم عن حقوق الملكيه وعدد الاسهم، جايبهم من قائمه الدخل وقائمه المركز المالي. ده عادي، تطبيق مباشر ونقل صريح للمساله. طيب طبعا في اسئله بعد كل فصل، واحنا اتفقنا مع بعض ان بعد الانتهاء من اي فصل لازم نحل الاسئله سوا، لان ده يعتبر الجانب التطبيقي. طب ايه الكلام ده؟ الكلام ده يتضح لنا في صفحه 73 في كتاب المقرر، وانا جايبه معايا دايما، معايا كتابي ومعايا حاجتي، واتمنى ان انت تبقى كده برضو، معاك كتابك ومعاك حاجتك وانت مسؤول عن كده، يعني دي مسؤوليتك. طيب النهارده في تطبيق في نهايه فصل المؤشرات الماليه، في تطبيق حل الاسئله مع بعض، يبقى بنشرح وبنحل الاسئله عشان نبقى وصلنا لكل حاجه باذن الله. التطبيق بيقول لك ايه؟ سوف نتناول ابعاد التحليل المالي للشرح من خلال استعراض قائمة الدخل وقائمة المركز المالي لشركة اسمنت الشرقية. طبعا هو مديك مثال، كل دي امثلة يعني ايه تطبيقية عن العام المنتهي 31/12 وتطبيق منهجية التحليل عليه. مديك رقم واحد قائمة الدخل احتوت على صافي المبيعات والتكلفة المتغيرة والتكلفة الثابتة وتكلفة المبيعات إلى آخره لحد ما وصل لعدد الأسهم فربح السهم. طيب يا سيدي الفاضل، بعد كده نقلب الصفحة قبل ما ننتقل لأي شيء. نبص اداني إيه؟ اداني هنا بوضوح وبوضوح كامل، اداني قائمة مركز مالي كاملة متكاملة. يبقى عندي حاجتين، معطيين. المعطى الأولاني عبارة عن قائمة الدخل، المعطى الثاني عبارة عن قائمة المركز المالي، وتوقعهم في اختبار. الناس بتسعى للاختبار من أول محاضرة، أنا بقول لك إن اختبارك سيحتوي على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل. طيب وبعد كده راح قال لك المطلوب استخدام المؤشرات المالية في تحليل الخمس أبعاد، وأنا معلم عليهم. نشاط الشركة، ربحية الشركة، سيولة الشركة، مليونية الشركة، أداء السوق للشركة. طبعًا الاختبار مش هيجي بالطريقة دي، يعني مش هاجي أقول لك إيه هات لي حلل لي نشاط الشركه وانت تكتب قوانين لا، انا بختار لك قانون وبقول لك مثلا هات لي القيمه السوقيه، هات لي القيمه الدفتريه، هات لي معدل الدوران، هات لي دوره العملاء، هات لي مش عارف ايه. طبعا انتوا نظام اختبارات واختيار من متعدد، فبالتالي بديك وبسيبك انت تبص وتحسب وتختار الخيار الاصح او الخيار الصح. خلاص طيب ممكن نبدا مع بعض نشتغل، ندي مثال او مثالين بحيث ان ايه انت طبعا يعني انا ارجوك انك تدرب نفسك وتدرب ايدك على هذه الامثله. طب نبدا مع بعض كده، ناخد اول بعد نحله كده مع بعض بسرعه لان كلنا فاهمين. نحله مع بعض. اول حاجه قال لك بعد نشاط الشركه، انا هديك البعد ده. نشاط الشركه، يا سلام لو انت فاتح على صفحه 73 و74 وقاعد بتبص على قائمه الدخل وقائمه المركز. في ناس بيقولوا لي احنا بنسمع المحاضرات واحنا في اشغالنا واحنا في عملنا، فمش متاح لينا نشيل الكتاب معانا. صورهم يا اخي، ده هي ورقه واحده. والله العظيم انت لو عايز تعمل حاجه هتعملها، ولو مش عايز مش هتعملها. في ناس موبايل 6 انش و5 انش و7 انش ما يفرقهاش، مع انه عامل زي ايباد ما يفرقهاش في اي حته. فاللي عايز يعمل حاجه بيعملها. طيب مع
بعض. هنقول رقم واحد نشاط الشركة اللي هو بعد نشاط الشركة. بالمناسبة أنا برضو كاتب عندي عامل عندي قائمة المركز المالي وقائمة الدخل موجودين. طيب نبدأ. هنقول نشاط الشركة واحد معدل دوران العملاء. معافظين خلاص الكلام واضح زي ما اتفقنا قلنا الخط بتاعنا وقلنا معدل دوران العملاء هو عبارة عن صافي المبيعات على السلام لو بتحل معايا صافي المبيعات على العملاء زائد أوراق القبض. يعني كم على كم؟ بص عندك يا سيدي الفاضل هتلاقي 1,000,000 اللي هي صافي المبيعات على 100,000 اللي هي العملاء. انا ببص في القائمة وبجيبها معاك زي اوراق القبض. احنا اتفقنا ان العملاء واوراق القبض بيجوا ماسكين على بعض ماسكين في بعض على طول ما يفترقوش. على في 50,000 يبقى 1,000,000 على 150,000 تديك 6.67 مرة. طبعا واحد يقول لي انا ضربتها على الاله طلعت لي 6.66 هقول مش مشكلة يا جماعة 6.66 انا هنا مقربها عيل تقريبا مش هتفرق البوينتات الصغيرة. طيب ده معدل دوران العملاء. معدل دوران العملاء قلنا ياخدني لايه؟ لقانون ايه؟ دورة العملاء. وانا قلت بكل وضوح ان دورة العملاء الدورة دي اللي هي ايه؟ سنة سنة التجارية اللي هي 360 يوم على ايه؟ على معدل دوران العملاء. يعني 360 على 6.67 تطلع كم؟ ايوه 54 يوم تقريبا. يا سلام منتهى وضوح منتهى السهولة. نكمل ده معدل دوران العملاء. طب ننتقل بعد كده الى معدل دوران الموردين. معدل دوران الموردين بنقول يعني معدل دوران الموردين بنقول تكلفة المبيعات على ايه يا جماعة؟ على الموردين اللي هم دول اتفقت قلت معدل الاشارة دوران يبقى مبيعات الموردين. ايوه بتيجي ماسكة في ايه؟ برافو عليك في اوراق الدفع. طبعا انا لما بقول القانون بسرعة انا بفترض مش بفترض انا اساسي بالنسبة لي انك سمعت المحاضرة اللي فاتت وشرحها ومسنتها فبتحل معايا وانت عندك خلفية. لكن لو انت بتسمع المحاضرة دي من غير اللي فاتت فانت بتواجه صعوبة. خلاص طيب نكمل. تكلفة المبيعات على موردين اوراق الدفع. تكلفة المبيعات عندي طيب كام؟ ايوه برافو عليك صفحة 73 في الكتاب 73 و74 600,000 على الموردين. الموردين بكام؟ 80,000. كم اوراق الدفع؟ ايوه 40,000. تبقى تطلع لي كام يا جماعة؟ يبقى 80 و 40,000 120 يبقى 600 على 120 خمس مرات. طب معدل دوران الموردين ياخدني القانون ايه؟ دورة الموردين. دورة الموردين قانونها ايه يا استاذ يا فاضل؟ قال لك دورة يعني سنة تجارية يعني 360 على معدل دوران الموردين اللي هو كام؟ اللي هو كام يا سادة؟ 360 على معدل دوران الموردين. قال لك 360 على عدد موردان الموردين يعني 360 على 5 تساوي 72 يوم. منتهى السهولة. عشان كده بقول تطبيق الإدارة المالية سهل. طب أنت شايف أي مشكلة في التطبيق؟ لا. لكن لو عندك مشكلة في القانون إذن أنت تواجه مشكلة كبيرة. طيب معدل دوران المخزون. ايوه تكلفة المبيعات. وقلت انا بقول تكلفة لان الموردين والمخزون تكلفة على طول. تكلفة المبيعات على ايوه على المخزون زائد اللي بتيجي معاها دايما موردون دفعات مقدمة.
تكلفة المبيعات من هنا كام؟ 600,000. خلاص الموضوع اسهل. المخزون ايوه بجيبه منين؟ من قائمة المركز المالي. عندي كام المخزون يا جماعة؟ 85,000 زائد 40,000 125,000 يبقى 600 على 125 4.8 من 10 مرة. يبقى يا سيدي الفاضل دورة المخزون معدل تديني توديني فين؟ توديني لدورة المخزون. دورة المخزون عندي بتساوي ايه؟ برافو عليه، 360 عدد ايام السنة التجارية على معدل دوران المخزون اللي هو كام يا سادة يا فاضل؟ 360 على معدل دوران المخزون 4.8 من 10. بنحل بالارقام اللي محدش يبقى ليه حجة، يبقى 75 يوم. باني الكلام يا جماعة؟ عنده في مشكلة؟ لحد دلوقتي جبنا معدل دوران العملاء ومعدل دوران الموردين وانتهينا بمعدل دوران المخزون، ومعدل دوران العملاء ادانا لدورة العملاء، ومعدل دوران الموردين ادانا لدورة الموردين، ومعدل دوران المخزون ادانا لدورة المخزون. لان في ناس قالت لي ان بعد النشاط يحتوي على 8 قوانين، 8 كتير واحنا لسه. لا يا جماعة مش محتاجين حفظ ولا محتاجين شيء، ولكن محتاجين تركيز. طيب ننتقل بعد كده رقم 4، صفحة رقم 4 اللي هي معدل دوران الأصول طويلة الايه؟ طويلة الأجل. معدل دوران الأصول طويلة. طب لما اجي اقول هنا ايوه ارجع بقى للصافي، ما دي اصلها ليست مخزون وليست ايه؟ ليست مخزون وليست موردون، فاقول صافي. صافي المبيعات على صافي الاصول طويلة الاجل اللي هي الاصول طويلة الاجل ناقص الاهلاك. صافي المبيعات على صافي الاصول طويلة الاجل. طب صافي المبيعات بكام يا سيدة يا فاضل؟ قلنا بمليون. صافي الاصول طويلة الاجل بكام؟ 650,000. يبقى كله كام؟ 1.53. واحد يقول لي طب يلا نجري نعمل دورة الاصول. يا جماعة لا يوجد دورة اصول طويلة الاجل. الكلام ده تعمله في المخزون، تعمله في الموردين، تعمله في العملاء، لكن دورة الاصول طبيعتها ملهاش دورة. خلاص طيب ننتقل الى معدل دوران الاصول عبارة عن ايه؟ معدل دوران يبقى مبيعات، يبقى صافي المبيعات على ايوه الاصول او اجمالي الاصول. بجيبها منين؟ من قائمة ايه؟ المركز المالي. يبقى مليون على الاصول عندي بكم؟ قال لي الاصول بمليون، يبقى مليون على المليون تديني كام؟ مرة. هنا كم مرة برضه؟ ما تنساش دايما يا جماعة، ما تنساش. هل الاصول ليها دورة؟ لا، لا يوجد لها دورة. الاصول عامة ملهاش دورة، طويلة الاجل او غيره ملهاش دورة. طيب يبقى ده تحللنا اول نشاط بمنتهى السهولة ووجدنا انه لا يوجد به اي شيء. سهل جدا يا جماعة، سهل جدا. في مشكلة؟ لا. طب ننتقل الى اول تاني بعد بعد ما خلصنا النشاط وهو بعد الربحية. بعد الربحية. طيب تعال. ربحية الشركة. اصل هو قال لي ايه في المسألة؟ قال لي مالك نبص تاني على المسألة. اداني قيمة الدخل. واداني قيمة المركز المالي. وقال لي ايه يا سادة يا فاضل؟ قال لي استخدم في تحليل نشاط الشركة، قلنا 8 قوانين وجبناها. قال لي الربحية. طب تعالى على الربحية. واحد هامش ربح التشغيل. هو كم قانون؟ مع بعض هنشوف. هامش ربح التشغيل، القانون ده انت تبقى عارفه اللي هو عبارة عن الربح التشغيلي على صافي المبيعات. والاثنين دول بتجيبهم من قائمة الدخل. الربح التشغيلي 400,000
صافي المبيعات 100,000. معلش يا جماعة ساعات بكتب الأرقام إنجليزي ساعات بكتبها عربي، معلش اعذروني. يبقى تديني هامش ب40%، خلاص 40%. رقم اتنين، العائد على المبيعات. الله، القانون ده سهل جدا. يعني صافي الربح اللي هو العائد ده على المبيعات، يعني صافي المبيعات، صافي المبيعات بكام؟ قال لي ب100,000. انا اسف يا جماعه، صافي المبيعات بمليون، لان مليون بره، عشان كده خلاص 400,000 على مليون تديني 40%. اعتذر، اعتذر من هذا الخطا البسيط ان شاء الله. صافي الربح بكام؟ صافي الربح بكام؟ 320,000. طب وصافي المبيعات؟ قال لي بمليون، يبقى 32%. في مشكلة يا جماعة؟ لا، ادي أول قانون وادي تاني قانون، ادي تالت قانون. العائد على، أيوة العائد عليه يا أستاذي، العائد على الأصول، العائد على الأصول يساوي صافي الربح على الأصول. يعني 320,000 على مليون 6.32%. طب رقم 4، العائد على الملكية بتساوي ايه؟ العائد على الملكية يا جماعة، برافو عليك، صافي الربح على حقوق الملكية كم؟ 320,000 على حقوق الملكية كم؟ ايوه 350,000. اديتني كام السيدة الفاضلة دي؟ 91.4%. عائد على الملكية مهم جدا، وهيبقى لينا معاه باع، 91.4%. يبقى اعزائي الطلاب، احنا دلوقتي بنتجه الى اخر قانون في مؤشرات ربحية، اللي هو القدرة الكسبية، اللي هو الربح التشغيلي، وده القانون ده مهم، على الاصول. يعني الربح التشغيلي اجيبه من قائمة ايه؟ الربح التشغيلي اجيبه من قائمة ايه؟ اديك مثال، الربح التشغيلي اجيبه منين؟ من قائمة الدخل اهو، بص بقى في الوسط كده، اقول الربح التشغيلي امشي الاقي 400 ايه؟ 400,000، اروح رايح بقى. طب والاصول اجيبها منين؟ تقلب الصفحه جايبها على اللي هو قائمه الدخل، لقيت الاصول حجمها مليون، وضحت مليون هنا، مليون، يبقى اخذت الربح التشغيلي اللي هو هنا ب 400,000 على المليون اللي هي في الاصول. مفيش اي شيء، تعويض مباشر كلها، ولكن يتطلب التركيز، ويتطلب معرفه اماكن البنود، ويتطلب معرفه القوانين بدقه. يبقى 400,000 على الاصول اللي هي مليون 6.0، يبقى 40%. طيب يبقى ده تاني بعد عندي، اللي هو ربحيه الشركه، ده اللي هو بعد الربحيه، خلاص. طيب نتجه الى البعد الثالث، وهو بعد ايه؟ السيولة. ثلاثة، السيولة او سيولة الشركة. ايه البعد ده يا جماعة؟ البعد ده بيتحلك الاتي، في كم قانون يا سادة يا فاضل؟ في ثلاث قوانين بسرعة كده، نسبة التداول، نسبة التداول السريع، نسبة النقدية. سلام بقى لو انت محترف تروح كاتب كده، نسبة التداول، نسبة التداول السريع، انت كده راجل سريع. ثلاثة، نسبة النقدية. طيب تعالى معايا كده يا سيدي يا فاضل، قول لي الآتي،
نسبة التداول هي عبارة عن ايه؟ ايوة الاصول المتداولة. على الالتزامات المتداولة. طب نسبة التداول السريع الاصول المتداولة على الالتزامات المتداولة بس كده. ولكن انا قلت لما يجي السريع يبقى لازم يشيل منه البطيء، والبطيء اللي هو ايه؟ ناقص المخزون. وهو المخزون بيجي لوحده؟ لا، ده لازم يجي جنبه ايه؟ موردون، دفعات، مقدمة. طب ونسبة النقدية؟ قال لك هي عبارة عن النقدية على الالتزامات المتداولة. بص كلهم مقامهم الايه؟ الالتزامات المتداولة. طب والنقدية بتيجي لوحدها؟ ده بيجي استاذ معها اسمه استثمارات المؤقتة. والله العظيم انا مش حافظ القانون ولكن استنتجها، واتمنى ان انت تستنتجها. طيب الاصول المتداولة قيمتها قد ايه عندي؟ بجيبها من قيمة ايه؟ كل ده بيجي من قيمة المركز المالي، وده بيجي من قيمة المركز المالي. أصول المتداولة عاملة 350,000 على الالتزامات المتداولة عاملة 200,000، يبقى 350 على 200 فيها 1.75 مرة. خلاص، يبقى الأصول المتداولة الالتزامات المتداولة ب 1.75 مرة. نسبة التداول السريع، اللي بالك، نسبة التداول السريع أصول متداولة عاملة كام؟ 350,000 على الالتزامات اللي هي 200,000. طيب نشيل منها المخزون، المخزون قيمته كام عندي هنا؟ 85,000 زائد موردون دفعات مقدمة 40,000، يعني 85 و40 يديني 125، أشيلهم من 350، 125 من 350 يعني 225,000 على 200 يديني 1.12% مرة. طب تعالى على نسبة النقدية، تعالى معايا على نسبة النقدية. هنقول أن النقدية بنجيبها منين؟ قائمة المركز المالي. النقدية بكام؟ 30,000 زائد 20,000 على 200,000 اللي هم الالتزامات المتداولة، تديني كام يا جماعة؟ 50,000 على 200,000 تديني ربع مرة، اللي هي 0.25 مرة، 25 مرة، يعني ربع مرة. اهي ربع مرة، فيها 30 زائد 20 50، 50 على 200 فيها ربع. دي ايه؟ نسبة النقدية. يبقى الثلاث نسب الرئيسية دول هم اللي بيكونوا لي ايه يا جماعة؟ مؤشر السيولة. كده فاضل لي كم مؤشر عندي مفهومين؟ كده فاضل لي كم مؤشر يا سيدي الفاضل؟ ايوه فاضل لي مؤشرين، اللي هم مؤشر المديونية ومؤشر ومؤشر الأداء السوقي للشركة. قلنا مؤشر المديونية رقم 4. طب أنا إيه رأيك؟ هسيبك أنت تعوض وأنا هقول لك كده تشتغل إزاي. إحنا قلنا المديونية، لأن شرحنا المديونية دلوقتي. قلنا المديونية عندي إيه يا جماعة؟ كذا مرة قلنا المديونية كم قانون؟ 6 قوانين. ايه هما؟ ايوه، اول قانون، ما انا عندي في المديونيه حاجتين، التزامات وديون. عندي التزامات وعندي ديون، وعندي 6 قوانين. 2 التزامات اللي هما نسبه الالتزامات للاصول، ونسبه الالتزامات لحقوق الملكيه. خلاص، وبعدين عندي نسبة
الديون لحقوق الملكية اتنينهم خلصوا، ونسبة الديون للأصول. الله، ده انت عمال تقول لي نقف، يعني الكلام ماشي ايه سيستماتيك ما فيهوش مشاكل. واخر حاجة عدد مرات تغطية الأصول، آسف، الفوائد، عدد مرات تغطية الفوائد اللي هو قلنا عبارة عن الربح قبل الفوائد والضرائب على الفوائد، والاثنين بيجوا من قيمة الدخل. واخر شيء قلناها وهو قانون هام، هو مضاعف الملكية. انت يا سيد الفاضل عرفت ان عندك 6 قوانين، تحلل ازاي تجيب الالتزامات المتداولة على اصول المتداولة على اجمالي الاصول. الالتزامات دي خلي بالك اجمالي الالتزامات، يعني بتجيب المتداولة زائد ايه الطويلة الاجل، وهنا المتداولة زائد طويلة الاجل، وهنا الديون كذلك قصيرة الاجل وطويلة الاجل، وهنا الديون طويلة الاجل وقصيرة الاجل. واتفقنا ان طويلة الاجل بيجي مع السندات، وبعد كده عدد مرات تغطية الفوائد عبارة عن الربح قبل الفوائد والضرائب على ايه؟ ايوه برافو عليه، على الفوائد. وكلما زادت هذه المرات كان ذلك في مصلحة الشركة. وبعدين انتقلنا الى مضاعف الملكية اللي هو الاصول على حقوق الملكية، تعوض عادي جدا زي ما عوضنا في المرات الفاضية، وتطلع لك النتائج وتبدأ انت تحل. حاول تحل بيدك هذه النقطة وده هيبقى في مصلحة. طيب في صفحة 68 في الكتاب رقم 6 المؤشر اسمه عدد مرات تخطيط الالتزامات الثابتة، وانا قلت في المحاضرة السابقة ان انا عافيتكم منها. يعني في ناس بتقول لي 7 قوانين، انا بقول انت مطالب امامي بستة قوانين اللي موجودين قدامك دول، وانت ملتزم بيهم. شرحناهم مرة وراجعناهم مرة وبنراجعهم التالتة عشان دايما تبقى انت معانا ودايما ما تسقطش مننا ولا تبعد عننا. طيب اخر شيء قال لك الاداء السوقي للشركة. الاداء السوقي للشركة، طب الاداء السوقي للشركة ده يا جماعة اقول عليه ايه؟ قلت قانونين، قانون الاولان ايوة اللي هو مضاعف الربحية. خلي بالك محدش يتلخبط بالمضاعف الربحية ومضاعف الملكية، ده مؤشر مديونية وده مؤشر ايه؟ اداء سوقي. محدش يقول لي ان ده مؤشر ربحية، خطأ، اوعى. مضاعف الربحية احد مقاييس التقييم السوقي، احد مقاييس التقييم السوقي. خلي بالك وفي نقطة بتتقال دايما في مضاعف الربحية، ايه هي؟ بيقول لك اذا كان مضاعف الربحية قليل فده يبقى جاذب للشراء. ليه؟ لان يبقى لسه الشركة قدامها فرصة انها تنمو وتزيد ارباحها. اما اذا كان عالي فخلاص ان الشركة وصلت الى ايه؟ الى وصلت الى البيك، الى القمة، فاحتمال الزيادة تعتبر ضعيفة. فبالتالي دايما وابدا نقول ان مضاعف الربحية هو بيستخدمه المستثمرين ليحللوا هل هناك فرصة جيدة للاستثمار في هذا السهم او لا توجد هذه الفرصة. اذا كان مضاعف الربحية قليل فبيشتروا السهم، ليه؟ لان بيروا ان السهم سوف يرتفع في الفترة القادمة وان لديه فرصة مرتفعة في البقاء. اما اذا كان السهم مضاعف ربحية مرتفع فان السهم قد وصل الى قمته. طيب ده مضاعف الربحية. بعدين قال لك القيمة السوقية للقيمة الدفترية اللي احنا قلناها، تعالى وعوض القيمة السوقية على القيمة الدفترية، عالي جدا. طبعا مش هيديك قيمة، القيمة الدفترية مش موجودة، لا توجد في قائمة، وده الحاجة الوحيدة التي لا توجد في قائمة الدخل والمركز المالي. ولكن بنجيبها ازاي؟ بنجيبها بالقانون بتاعنا اللي بيقول حقوق الملكية على على عدد الأسهم. ببقى منديك حقوق الملكية في قائمة المركز المالي وعدد الأسهم بتبقى معطى، فانت بتجيبها وتروح ايه القيمة السوقية معطى، تطرح القيمة السوقية على القيمة الدفترية يطلع مع بعض بيديك رقم، هو ده يعتبر يعتبر في النهاية هي احد اهم مؤشرات الاداء السوقي للشركة. حل دي وحل دي مع نفسك وشوف، ولو في مشكلة دايما في تواصل. طيب النهاردة احنا كده الفصل الثالث الحمد لله فضل الله تعالى اتكلمنا فيه، شرحناه وطبقنا عليه.
الحمد لله. لو في اي مشكله انت عارف الايميل بتاعي تقدر ترسلني عليه لو عايز تستفسر عن اي شيء. طيب كان في نقطه عايز اتكلم عليها اللي هي نقطه الجزء معين قلت ان انا هحله بس ما حلناهوش اللي هو في نهايه الفصل الثاني وتوارد الي ايميلات بخصوصه، فنستغل ان في الوقت ونحله مع بعض. بيقول ايه يا سيدي الفاضل ده؟ ده صفحة 45 في الكتاب بتقول ايه؟ اذا علمت ان شركة اسمنت الشرقية تقوم بتوزيع 60% من الارباح واجمالي حقوق الملكية 100,000 ريال، المطلوب اكمل الف اول حاجة ده. في مجموعة من المطلوبات ولكن الف قال لك اكمل قائمة الدخل التالية. خلاص؟ قال لك اول حاجة صافي المبيعات 200,000، التكاليف الصناعية 100,000، قلنا التكاليف دايما بنحطها بين قوسين، الاهلاك احنا متفقين على كده بين قوسين. طيب يبقى مجمل الربح ايه هو يا سيدي الفاضل؟ ايوه 200,000 اشيل منهم ايه؟ ال 100,000 اصبحوا 100، اشيل منها 20 اصبحت كام؟ 80,000. يبقى اجي هنا واحط 80,000. الكلام ده صفحه 54 في الكتاب وانا جايبها لكم عشان نشتغلها مع بعض. طيب بعد كده قال لك التكاليف التسويقية والإدارية والعمومية 15,000، إهلاك التكاليف التسويقية والإدارية والعمومية 5,000، يبقى الربح التشغيلي عبارة عن إيه؟ اتفقنا أن الربح التشغيلي ده رقم واحد، ده رقم اثنين. الربح التشغيلي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجمل الربح ناقص التكاليف التسويقية والإدارية والعمومية ناقص إهلاك التكاليف التسويقية والإدارية والعمومية، يعني 80,000 ناقص 20,000 يديني 60,000. طيب ال 60,000 بعد كده اداني بند ايرادات اخرى، اداني مصروفات اخرى، وبعدين قال لي الربح قبل الفوائد والضرائب. اتفقنا ان الربح قبل الفوائد والضرائب هو عباره عن الربح التشغيلي ناقص ايرادات اخرى ناقص مصروفات اخرى، يعني ناقص ايرادات ولا زائد؟ ايوه نسينا نحط بين قوسين، هنا ايرادات اخرى حطها بين قوسين. اوعى الايرادات دي تدفقات نقديه داخله لكن المصروفات تدفقات نقديه خارجه، فحط هنا بين قوسين. يبقى 60,000 زائد ال 20 80,000، اشيل منهم ال 10 يبقى الربح قبل الفوائد والضرائب 70,000. خلاص؟ طيب بعد كده اشيل الفوائد، الفوائد اداني رقم ثابت قال لي 10,000، يبقى 70 ناقص 10,000 60,000. في مشكله؟ لا. بعد كده قال لي النسبه الضرائب كام؟ لما يقول لي صفر ربح قبل الضرائب يعني فاضل لي الضرائب فقط واصل الى ايه؟ ايوه اصل الى صافي الربح. يبقى 60,000 ضربها في 20% تدي 12,000، يعني الضرائب 12,000. 60,000 ناقص 12,000 يبقى صافي الربح يا سيدي الفاضل عندي 48,000 ريال. طيب ده صافي الربح. طب عدد الاسهم عندي 10,000، يبقى ربح السهم قد ايه؟ قال لك لو كانت نسبة التوزيع 100% يبقى 4.8، يعني ايه نسبة التوزيع 100%؟ يعني ال 48,000 توزعوا على عدد الأسهم كلهم، فتقسم ال 48,000 على 100,000 لأن ربح السهم عبارة عن صافي الربح على عدد الأسهم. ربح السهم عبارة عن صافي الربح على عدد الأسهم. طيب في مشكلة في قائمة الدخل؟ ما أعتقدش. قلنا هنا جبنا مجمل ده اكيد دي كانت النواقص، هذا الرقم هذا الرقم هذا الرقم هذا الرقم هذا الرقم هذا الرقم هذا الرقم، دي النواقص واللي احنا قدرنا نكملها مع بعض. تسلسل طبيعي جدا ما فيهاش اي مشاكل. ده رقم 3 وده رقم 4 رقم 5 رقم 6 رقم 7. ده يعني قائمة الدخل موجودة عندك في الكتاب والمفروض ان انت تكملها. طيب بعد كده اداك مجموعة من المطلوبات الاخرى، قال لي احسب مقدار التدفقات النقدية. طيب خلي بالك يا جماعة التدفقات النقدية اقصد بها هنا التدفقات النقدية الداخلة للشركة الداخلة، ولما اقول التدفقات النقدية الداخلة يعني اللي داخلة جيب الشركة اللي داخلة خزينة الشركة. طب واحد يقول لي ايوه التدفقات النقدية يعني الربح، اقول له برافو عليك
ولكن غلط. ليه؟ هي فعلا الربح ولكن في بند معين، والكلام ده قلناه، في بند معين لازم اضيفه للربح عشان يبقى ايه، يبقى هو ده التدفقات النقديه. بند احنا خصمناه هنرجع نضيفه اللي هو الاهلاك. الاهلاك، الاهلاك بجمعهم وبضيفهم على صف الربح، يبقى هو ده التدفقات النقديه الداخله. ليه؟ لان الاهلاك مصروف محسوب ولم يتحقق، يعني ما اتخصمش فعلا. يبقى النهارده انا بقول الاهلاك كام؟ 20,000، وبقول اهلاك التكاليف كام؟ 5,000، يبقى 25,000 اضيفهم على صف الربح اللي هو 48,000 يديني التدفقات النقديه. بص كده، 48,000 ضفت عليهم 25,000 يبقى كام؟ 73,000، يبقى هو ده المطلوب. طب قال لك احسب مقدار الارباح المحتجزه. فاكرين لما قبل كده قلنا ان الارباح، قلنا ايه يا جماعه؟ قلنا ان الارباح على طول بكرر الموضوع ده، في ارباح موزعه تتوزع على حمله الاسهم، وفي ارباح محتجزه تحتجز بغرض اعاده الاستثمار او لتكوين احتياطات. فهو هنا في اول المساله قال لك ايه؟ قال لك اذا علمت ان شركه اسمنت الشرقيه تقوم بتوزيع 60%، يبقى 60% موزع، يبقى المحتجز عندي 40%. طيب راح جاي يسالك بعد كده وقال لك ايه؟ احسب مقدار الارباح المحتجزه. طيب الارباح عندي قد ايه؟ 48,000، وانا جبت قيمه الارباح المحتجزه ازاي؟ قلت ايه؟ عباره عن ال 60% دول شلتهم من، شلت ال 60% من 100% ادتني 40%، يبقى 48 في 40 تديني 19.2. طب في النهايه قال لك احسب الربح الموزع للسهم. طب الربح الموزع اللي هو صافي الربح 48,000 في نسبة الأرباح الموزعة اللي هي 60%، 48 في 60% على عدد الأسهم، وعدد الأسهم هو معطى مديها لك هنا، قال لك 10,000، قال لك 10,000، يبقى 48 في 60 اللي هي نسبة الأرباح الموزعة على 10,000 تديك 2.88 هللة، 2 ريال و88 هلل او 2.88% ريال. ده الايه؟ ده الربح الموزع للسهم في حالة تطبيق سياسة التوزيع اللي بتقول لنا. سياسة التوزيع بتقول لنا ايه يا جماعة؟ بتقول لنا ان 60% ارباح موزعة و40% ارباح محتجزة. طيب بعد كده اخر شيء القيمة الدفترية واللي انا اتكلمنا عليها قبل كده، دي حقوق الملكية على عدد الاسهم. طب انا ما عنديش قيمة مركز مالي. ايوه ما عندكش، عشان كده هو قال وديها لك هنا وقال لك حقوق الملكية ب 100,000، فاصبحت انت عندك 100,000 وعندك عدد اسهم 100,000، فقلنا ان القيمة الدفترية 10,000، اسف، عدد الاسهم، يعني 100,000 على 10,000 100,000 على 10,000 تساوي 10 ريال، ودي القيمة الدفترية للسهم. دي القيمة الدفترية للسهم. كده احنا حلينا المسألة الموجودة صفحة 45-46 واللي أنا كنت وعدتكم اللي احنا هنحلها مع بعض، والحمد لله رب العالمين إذا وعدنا أوفينا وحليناها مع بعض. وبكده نكون حلينا كل المسائل الموجودة في الكتاب على الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث، رجعناهم وحليناهم وشرحناهم. طبعا يا جماعة مش هوصيكم، لازم يبقى فيه حل ومتابعة بطريقة دورية، بطريقة دورية، يعني انت لا تسمح لنفسك ابدا انك تتراكم عليك المحاضرات المالية تختلف عن بقية المواد. يا جماعة بقية المواد ممكن تيجي في الآخر تسمع محاضرات الإدارة، إلى كل المواد ليها مني كل التقدير والاحترام، ولكن المالية تحتاج إلى متابعة مستمرة عشان بإذن الله تعالى تحقق هدفك فيها، وهو تحقيق أعلى معدلات بإذن الله تعالى، وليس النجاح فخر. حل بإيدك، بقرر دايما حل بإيدك، حاول إن أنت تدرب نفسك على المؤشرات المالية. كتابة القوانين شيء مهم وأنت بتحل، ما تعوضش بس وتقول القانون اتعوض، لا، اكتب القانون وكأنك في اختبار كامل وتام، وبعدين عوض، هتقدر بعد كده تلاقي نفسك متعود، تيجي لحظة الاختبار يبقى لحظة سعادة بالنسبة لك وحل
وتقدر بإذن الله تعالى إنك تحل بمنتهى السهولة، وتكون لحظات الاختبار هي لحظات نجاح وتوفيق بإذن الله تعالى بالنسبة لك. معاكم الإيميل إذا احتجتوا أي سؤال بإذن الله هيكون موجود هناك، وهيبقى موجود، هتلاقوا الباوربوينت بتاع الفصل الثاني والثالث مدمجين مع بعض وينزلوا على البلاك بورد بإذن الله تعالى. وهم برضو عشان أأكد غير كافيين، لازم سماع المحاضرات مع الكتاب مع الباوربوينت توصل لهدفك اللي انت عايزه بإذن الله تعالى. أتمنى أن أكون شرحت وأوفيت في هذه المحاضرة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وبإذن الله تعالى نلتقي المرة القادمة على خير. دمتم دائما سالمين، ودمتم دائما بخير وبصحة، وشكرا. كان معكم محمد نور الديني.